ما يخرجش مع واحد حبيته، خرج من قدم بعضنا، صارت الفازة هذيك، وليت من الأول عملت لي مشكلة، خاطرها كي نرجع أصل حتى في بلادنا معناتها كانت حاجة عيب، كانت انك هذيك خرجت مع فلان وهذيك قلت معاها وهذيك وهذيك. انا اول مره صارت لي الفازه هذيك ونهار روحت فيه لدارنا قلت خممت ممكن انا نروح تحت كهرباء هكا. معلش وقتها هو جاب فمه وقال لي قليله وصاي، انا ما ظنيتهاش اللحظه هذيك بس تصير اخي هي وصارت لي الفازه هذيك. وي انت كنت قابلتها ولا؟ ما كنتش انا قابلتها جمله، مره جبتها له فهاد اللي قلت له راهو هكا هكا. قال لي ليه ومر له لهم بعد قال لي نورمال. هو كي جاني يجي لك الفازة كي صارت هذاك نتاع التكسير جا شارب. نهارت انا اصلا ما اصلا نهارت في الوقت هذاك شربت معاه. قال لي ما حنفقت بشيء وما حسيت بحد شيء. ومن بعد كي فقت لي انت؟ من بعد كي فقت جاتني كصدمة عندي ما نقول، ما لحكيت لدارنا لا حكيت حتى حد، زاد ما باش حتى حد ما يجيب لي حتى خبر اللي انا عندي هكا وهكا. قعدوا كل اخواتي متعرضيني من تلا هو ابعد عليه ابعد عليه. ضربوني اخواتي في جرته، وصلت سلسلت شعري قصوهولي في جرته، كلت برشا مصبت نتاع اخواتي، وكل ما جاش ما بين عليهم ما راش. لولا عملت لي مشكله خفت، ما خفتش من العباد، خفت من دارنا اكثر، خاطر العباد ما راش انا، وخاصه كي تحكي مع اختك ولا تحكي مع حد من العائله، فهمت؟ انسان يقول لك صحفظ على روحك، تلقاك انت سايي، معك الحاجه هذيك ضيعتها، فهمت؟ هذيك البازه الخايبه، هذاك الخوف. اما انا هي خايبه البازه كتسيل اي انثى هي خايبه، واي وحده حتى انثى ترضاها راه اي انثى ترضاها صدقني لو فات تعيش اللحظه هذيك تمشي عليها اللي هي مش سبيه وهي مش عارسه صدقني، وكما الانسان ما تحبوش اخي البازه صدقني الانسان هذاك تكرهه لقيت عمرها انا هكرا. واي بنيه راه اي بنيه تخمم هكاك راه اذا كان صارت الفازة هذيك البنيه ما عادش بنيه بالحق حتى بينها وبين روحها راه. انا نعرف ما نخليش روحي نوصل للجلسه هذيك ما فينا، مي قبل كنت خايفه نخاف ونقول لي حرام. بص بص انا زبي بلاش بيك شنو يا رب الريق نتاع زبي هذايا تحكي في حاجات دون لي تراديسيون احنا نتاعنا اش نحكيو كيفاش كسرت الطفله كيفاش تحكي على اختها كيفاش تحكي على واحده الكلام هذا محمد شنو يا رب الريق هذا نتاع زبي شنو صور ربك في تي في 5 ولا شنو ولا واحد يهود ربك شنو تحكي على حاجات كيما هكا مي كيس كو تو راكونت ما نحكيوش احنا حاجات كيما هذه يا ودي نعملوا سي فري مي سو ني با دون نو تراديسيون ربك اش نحكيو بزاف كيما هكا وانت ما دوجك ربك قوم نيك الرجل الشرقي اكثر حاجه يكرهها هذيك تقول له سيبني راني حر وتقول له البدن نتاعي حر فيه فهمتني وهذاك نتاعي اللي حاجه ما نشوفهاش اني مقبوله اصلا عاد انسان معناها محكوم معناها ديولوجيا ودينيا معناها باش يحتفل مع محكوم ديولوجيا محكوم شو خاص يخلي للواحد راه نجمو نقصوا على الحكايه هذه راه نجمو نتجاوزوها حتى تقعد تقول واحد فيكم ميراث جدي مماتي ثقافتي نشاتي الاجتماعيه يا غيتي عيشك يا زيولا ترها يوريها صنيه الباهيه وغادي بريه من تونس لبلاد احنا كعرب ومسلمين الفيرجينيتي كيف ما قال محمد فليق هي الكابيتال يعني هي راس مال الراجل يعني فهمني ما يحسها مرته كما يخوها فيرج فهمني سينو دي فيرجي سبحان الله احنا ما نحكموش عليها البنيه يعني على خاطرها دي فيرجي يعني كذا وكذا لازم تكون هي غلطت وتنجم تلقى الرجل اللي سمح على خاطرها هي دي فيرجي. قلت لها حد ما يقبلها هي حتى هي المراه اصلا مع روحها ما تقبلهاش. تقعد من بين الراجل نقطه كحله. انا ما نعرفش او ما يعايرها ولا كي تجي بتحكي تحكي على موضوع ولا تقول له اعمل لي هكا ولا ما انت تحب على حاجه ويعملها لها في الفرش يقول انت عملتها قبل. وحتى كان يعملها لها هو معناتها يكسرها هو ما يقبلهاش. يقول لك مادام عطتني روحها قبل من عرس بيها ما انت ردي مثل واش ما تمهيش الحكاية. Imagine-toi en tant qu'homme
follement amoureux d'une femme. Et cette femme, elle te dit, je sais pas, j'ai couché avec un tel ou un tel, ou bien tu la prends par un autre homme. Et la première image que tu as, la première sensation, justement, c'est cet homme-là qui est en train de la caresser, qui est en train de la toucher, sa sueur sur sa peau, son corps sur sa peau à elle. Et voilà, c'est une question de possession. Possession. On est possessif. Je me dis, est-ce que femme est vierge ou la femme est vierge? خاطر الراجل الى ليبر معناها كسوا يعمل دي ريلاسيون افون مارياج ولا ما يعملش سي راجل سي حر كوم سي ان دووا كي معناها جينيتيه نشوف فيها مثلا شرف بالنسبه للراجل ولا بالنسبه للمراه هذيك من باب الاول لخاطر نجي نشوفوا نحن مثلا خاطر عندنا مثلا الدين نتاعنا يتحكم فينا خاطر ما ينجمش اي واحد مثلا عربي مسلم ويشوف حتى في القرآن اللي يقول لك مثلا الزاني ولا الزانية معناها يعاقب ولا مثلا مآله النار ولا شنو معناها يشوف الإنسان أي الحكاية هذه تبقى في مخ المسلم أني سي امبوسيبل مثلا باش يتزوج امرأة معناها ما هيش عذراء. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فيرج خير ماما لا الحاجة هذيك بدت لحياتي كومبليتمون أما لو كان جيت فيرج ما عندي في مخي حتى حد راهو ممكن راهو عامل ريلاسيون وراني توا معرفة بولادي كاو أما مش خايبة الوضع أمنيتي نرجع فيرج مش بالغرس لا أمنيتي أمنيتي نلقى روحي عمري 15 سنين و 16 سنين لبس عليا و ماشي انا ما بيني وما بين روحي ساعات نقول حنين خايبه حنين ماهيش باهيه حنين لو كان جات باهيه راهي ما وصلتش للطا هذيه حنين لو كان جات تعرف كيفاش تتصرف راهي ما قعدتش للطا هذيه اللي وصلت لها كنت كل كيف فهمتي بيان تاع كيف فهمتي حنين انا مي كوتي مي انت تحكي لا سيتياسيون اون دي تي مي ساعات نشوف سامحني ساعات كيشوف أصحابي أصحابي البنات ساعات أصغر مني بصغارهم أنا الموت لا أنا الموت على الصغار جو شيرش جوست أون في أفيك جو كوش أفيك فهمتني ونعدي دي سواري ونعدي دي بون مومون وسسرت لا فهمتني دي بروجي أوتر كو سا فهمتني ما عنديش في بالحق سي فري جو سوي شوكي علاش شوكي فهمت لا خاطر وقتها كل ديك فهمتني على 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 خاطر سانك فوا في كورتاج سانك فوا عملت كورتاج وسانك فوا يعرف بيه محمد وسانك فوا ما قالش محمد بوان فينال وينك حنان يا باش تخليه يا اون فان كونت مي سانك فوا عرفت انسان وسيرتو مرا تحس راه وعندي وصرتو اخر مره دانيير كورتاج صافي 3 موا في كرشي صغير 3 موا نحيتو كاني نحيت حاجه من سي فري حسيتها ولتو نحس تنجم تخليه وفهمني